طيب، حكينا الجلسة الماضية عن كيف آلية تطبيق الإضاءة على الصور، كيف فيني أعدل على الإضاءة تبعهم، كيف فيني وشفنا الخيارات كلياتها عنا بالأدجستمنت. طبعا حكينا كمان كيف إذا أنا في عندي أكثر من صورة وبدي رممهم، حكينا عن أدوات الترميم كلياتها، حكينا كمان عن أداة الكتابة. طيب هلأ قبل ما نبلش، أنا في عندي كذا 4 أفكار بدي أحكيهم قبل ما أبلش بالمحاضرة الأساسية. اول شيء اليوم بدي احكي عن الادجستمنت لاير، هي انه نحن وقت كنا عم نطبق تاثيرات اضاءه على الصوره، فكنا عم نلاحظ انه تاثيرات الصوره عم تكون ملزوقه بالصوره نفسها، يعني انا ما فيني افصل التاثيرات والاضاءه والاناره عن الصوره. طيب معناها انا لحتى اعمل طبقه منفصله عن الصوره كتاثيرات، فانا لازم استخدم شيء اسمه ماسك، رح نشوفه هلا بالادجستمنت لاير. كمان اذا في عندي اكثر صورتين، مثلا صورة كلاير وصورة كسمارت اوبجكت، فكمان رح نحكي عنه كيف انا بدي احافظ على دقة الصورة بحيث ما تتشوه عن طريق تحويلها لسمارت اوبجكت. اذا عندي خطوط مثلا عندي على الجهاز خطوط حابة نصطبها واستخدمها على الفوتوشوب او على الاوفيس او على اي محرر نصوص، فكمان فيني اعمل اضافة نصوص. كمان في عنا شيء اسمه موديفاي سيلكشن، اني مثلا اعمل حواف شفافه لصوره معينه، نعم تحديد معين، مثلا اعمل توسيع لتحديد معين، اعمل بوردر لتحديد معين، كله هذا رح نشوفه قبل ما نبلش بالدرس الاساسي. طيب لنفترض انا عندي هي الصوره، خلونا ناخذ هي الصوره. لنفترض عنا هي الصورة، نحن أخذنا إنه إذا رحنا على Image Adjustment مثلا Hue Saturation مثلا ورحت طبقت عليها تأثيرات، إنه هي التأثيرات عم تكون مدموجة على الطبقة اللي عندي إياها أنا كطبقة أساسية. طيب قال أنا ما بدي هذا الشيء، أنا شو بدي؟ بدي إياها تصير بطبقة الحالة. فعنا هون في شيء اسمه، هون إذا كبسنا على هي الخيار هذا، في عندي شيء اسمه هون مثلا Hue Saturation، بيجي أنا هون بطبق التأثير اللي بدي إياه وبسكرة عادي، خلص ما عاد بدي اياها. فانا بلاحظ هون التأثيرات عندي انضافت كطبقة لحالها. طيب لنفترض انا رحت جبت مثلا هي الصورة، لنفترض مثلا عندي هي الصورة، مثلا خلينا ناخذ مثلا هي الصورة، ما عاد لقيتها هي، مثلا انا رح اخذ هي الصورة ورح روح انقلها لهون. طيب اذا حملت هي الصورة انا وحطيتها تحت هذا الماسك، شو حنلاحظ؟ حنلاحظ انه اللاير واحد والباك جراوند اخذوا نفس التأثيرات. طيب انا ما بدي هذا الشيء يصير، يعني بدي مثلا هذا الماسك يعطي تأثيراته مثلا لهي الايكون، شو بعمل؟ قال بكبس على طبقة الماسك وبكبس على زر الت من الكيبورد، لاحظوا شو صار عندي، طلع عندي شكل مربع مع سهم، بكبس كبسه قام شو صار؟ صارت مطبقه بس على هذا على الايكون، ما لها مطبقه على الباك جراوند اللي عندي. فمعناها انا هيك قدرت خصص الخيار اللي انا عندي اياه بالادجستمنت فقط للاير اللي تحتها. هلا الفكره الثانيه اللي بدي احكيها هي الكونفرت تو سمارت اوبجكت، انه انا مثلا لنفترض عندي هذا الفايل، خلينا ناخذ باك جراوند بيضاء. طيب لنفترض عندي هذا الخيار، هاخذ هي الايكون رح كررها مره ثانيه. طيب هلا شوف شو رح نعمل، هلا عندنا نحن لاير واحد ولاير اثنين، هلا حاخذ انا اللاير واحد اعمل كنترول تي، لاحظوا هون شو عندي، عندي الهاي 100% والويد 100%، رح روح انا صغير هي الايكون، لما اجي اعمل كنترول تي رح لاحظ انه الهاي صارت 100% والويدز كمان 100%. طيب حرد ارجع كبرها، حاطلع هيك حلاقي انه بكسرت الصورة، ما انا اصلا وقت رحت صغرت الصورة هو ما ضل متذكر عنده انه هي الصورة كانت ابعادها 100% وصغرت مثلا 10%، لا شاف انه هي وقت انا صغرتها ورجعت عملت لها كنترول تي انه صارت ابعادها 100%، فلهيك لما رجعت انا كبرتها بكسرت الصورة. طيب حنروح على لاير واحد واعملها convert to smart object واعملها control T، حلاحظ انه الهاي 100% والويدز 100%، حاجي صغرها كمان
تمام، رح لاحظ انه الويد صار 36 والهاي 25. هعمل اوكي، لما اجي اعمل كنترول تي ضل محتفظ بذاكرته عنده انه الويد 36 والهاي 25، فمعناها هي ما لها ابعادها 100%. وقت اجي كبر الصورة مثلا لل 100% مثلا هيك، هلاحظ انه الصورة ظلت محتفظة بدقتها، يعني ما فقدت ملامحها، على عكس اللاير واحد اللي فقدت ملامحها فيها الصورة وبكسلها. فمعناها انا وقت اعمل convert to smart object انا عم بحتفظ بجودة الصورة، عم بحتفظ بكل ابعادها، عم بحتفظ فيها مثل ما هي. هلا الفكرة التالتة اللي بدي احكي فيها هي الاد فونت. طيب شوف شو رح نعمل. لنفترض انا عندي هذا الفونت، احنا كنت حاطه لكم اياه انا بملفات الجلسه الثانيه. انا عندي هذا الفونت، احنا وقت نحمله من النت حنلاقيه هو بهذا الشكل، هي معاينته وهي اسمه وهي الفيرجن تبعه. انا ما علي غير اني اعمل له انستول. هلا بس اعمل له انستول. هلا طبعا انا مبسطه مشان هيك هو عم يقول لي انه بده يعمل له ريبليس. هلا انا بس عملت له انستول، حاطلع على الفونت نيم، حروح واخده نفس الاسم. مثلا اذا رحت عملت، اذا حذفنا هدول الطبقتين واجيت لاكتب، هو شو كان اسم الفونت رح اختاره. لاحظوا هي لقيته هون، رح اكتب هلا فيه. طبعا لون الخط ابيض مشان هيك ما بين، هذا الخط اللي انا عندي اياه ضفته. فمعناها انا صار فيني نصب خطوط شوفها سواء بالفوتوشوب او بالوورد او باي محرر نصوص. طيب هلا الموديفاي سيليكشن، لنفترض انا عندي هي الصوره، وليكن عندي هي الصوره، رح افتح فايل جديد انا، حروح لهون، رح اروح اعمل تحديد دائري مثلا. قال انا حابه هي الصوره، هي تحديد دائري بالنص، قال انا حابه هي الصوره قبل ما اسحب التحديد تبعها اعمل لها مثلا فيذر على الاطراف، يعني بحيث انه يصير عندي شفافيه على بكسلات الصوره. كيف رح نعمل هذا الشيء؟ قال بروح على شيء اسمه سيليكت موديفاي، رح اعمل شيء اسمه فيذر. هلا هو عم يقول لي انه انت عندك الفيذر هو 30 بيكسلز. شو يعني؟ يعني انه انا عندي على الحواف اخر 30 بكسل على الحواف كشفافيه. لما اجي اعمل اوكي رح اجي اسحب الصوره، لاحظوا كيف الشفافيه بلشت تبين معي. لما اجي احش الصوره هون حلاحظ انه صار في حواليها شفافيه. طيب الخيار الثاني حاعمل، بينما لو انا مثلا حاتراجع انا عنه بحدد تحديد عادي واسحب، اذا ما طبقت عليها اي شيء حلاحظ انه الصوره ما لها اي فيذر، يعني ما لها اي ترانسبيرنت على الاطراف. طيب لنفترض هلا حنروح نشوف الخيار الثاني. مثلا عندي سيليكت، عندي موديفاي، عندي مثلا اكسبان. هلا هذا التوسيع بقديش بدي كبر التحديد، مثلا نفترض 50، فهو كبر لي التحديد بمقدار 50. طب انا امتى بستخدم هي الاكسبان؟ هلا انا شخصيا عاده بستخدمها بهي الحاله، يوم اللي بيكون عندي في عندي هيك تكست، مثلا عندي فايل وكاتبه اسم مثلا بخط ادوبي مثلا ومدموجه هي الطبقه، عندي هيك شكل، انا جيت حددت باداه الماجيك، باداه الماجيك وقلبت التحديد، فانا بدي لاحظ هون انه انا ما بدي هيك التحديد يكون كتير قريب على الاطراف. فشو رح روح اعمل؟ حروح اعمل شيء بدي كبره شوي للتحديد، حاعمل شيء اسمه select modify expand مثلا بمقدار 10. لا هلا هيك كتير كبير، انا عاده يعني اقل بعمل expand مثلا بمقدار 2. فانا لاحظت انه كبر التحديد بمقدار 2، فهلا صار فيني اخذ الاسم بدون ما يفقد ملامحه. طيب شغله ثانيه عندنا اياها، انه انا اذا كان عندي بعمل select modify، في عندي شيء اسمه border بيقول لي حددي قديش سمعت البوردر. مثلا انا بدي اياه 50، فوقت اجي اسحب انا حاسحب بس البوردر، هلاحظ انه انا صار عندي بس بوردر. طبعا هلا البوردر ليش طلع شفاف؟ لانه انا كنت طبقه عليه بالاساس فيذر. طيب في عندك كمان خيار select، مثلا هي عندي تحديد select modify، في عندي شيء اسمه كمان الكونتراكت. شو بيعمل هذا؟ هذا بيضيق لي التحديد، مثلا اذا حطيته 40 فهو بيصغر لي التحديد بمقدار 40 بكسل. وفي عندنا خيار السموث كمان،
هذا السموس بي 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 يعني بنعم لي الحواف الخشنة. يعني لنفترض أنا عندي هيك تحديد مثلا، وعملت select modify سموس مثلا بمقدار 50، فهو لاحظوا كيف كل شيء زوايا خشنة عندي إياها نعم لي إياها وعمل لي إياها دائرية. طيب هلأ إحنا المرة الماضية أخذنا هذا الشكل كيف بنعمله. هلأ الشيء اللي رح أعمله إنه كيف أنا ممكن أعمل هيك شكل. يعني إذا منلاحظ هون، منلاحظ إنه هون عندي أنا الصورة يعني عاملة مثل أنا عندي قنينة ورايحة عاملة على هي الصورة هذا الشكل وعملت له سكيو على القنينة. طب كيف نعمل هذا الشيء؟ طيب اللي رح نروح لهون، هفتح ملفات الصورة أنا عندي هي البي اس دي. بنلاحظ هلا هون إنه أنا عندي شي نوت، إذا فتحت كبست عليها كبستين حيطلع عندي نص. أنا هذا النص اللي بدي إياه يكون عندي إياه بال 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 بالإعلان تبع هي ال تبع 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 ال هي القنينة. طيب هلا شو رح أروح أعمل؟ هروح أفتح الصورة الأساسية اللي أنا عندي إياها هي مشان أخذ الألوان منها. هلا شو رح أعمل؟ رح أعمل أنا كنترول آر حط مسطرة. طيب بس قبل ما أحكي بهي الفكرة كيف أنا بحط نوت، في عندي أنا هون إذا كبست كبسة طويلة في عندي هون نوت تول، إذا رحت كبست فأنا صار فيني أكبس أكتب هيك وبس أحفظ كبي اس دي، فأنا ضل عندي محفوظ هذا النوت مع الـ مع البي اس دي اللي عندي. طبعا هلا أنا ما بدي إياها للنوت، رح ألغيها. هلا رح أروح أحط مسطرة على الأطراف مشان ما أطلع عنهم. رح أجي هلا على هذا الشكل، في عندي جزء أبيض جزء أصفر جزء برتقالي، رح ارسم شيب بلون ابيض. هعمل كنترول شيفت ان طبقة جديدة ورح ارسم شيب بلون ابيض مثلا وليكن هيك. طيب هلا هعمل كنترول شيفت ان كمان ورح ارسم شيب بلون اسود. هرد ارجع اروح لهون اخذ درجة هذا اللون. هلا اول شي كمان هعمل كنترول شيفت ان عشان هلا ارسم عليه، رح اروح لهون اخذ هذا اللون، رح اجي لهون كمان ارسم الشكل نفسه اللي شفناه فوق. طيب هلا رح اروح ادمج هدول الثلاث طبقات مع بعضهم عشان يصيروا كصوره. هعمل لهم مير شيبس عفوا. هلا هو ليش حط لي اياهم كلياتهم بلون واحد؟ لانه هن كلياتهم كسمارت اوبجكت كباث عفوا. فانا هلا شو رح اعمل؟ رح اعمل ريسترايز لاير عشان يصيروا كصوره وبعدين بدمجهم. بعدين هلا رح ادمجهم اعمل لهم ميرج لاير. فهلا صاروا هنا عندي اياهم كطبقه. طيب هلا انا بالبدايه حابه احكي فكره انه رحنا اذا رحنا عملنا زوم على هي الصوره حنلاحظ انه انا في عندي هذا النص محطوط بقلبه زيتون. هلا طبعا انا اكيد ما رحت ضفتهم زيتون زيتون القلب هذا النص. لا في عندي هي الطريقه، رح اعمل كنترول ان رح اكتب هالنص مثلا وليكن مريم مثلا، رح اعطيه عرض محدد مشان يكون تخين ويبين النص فيه. رح اعمل كنترول تي وعرضه شوي. طيب رح اجيب هلا الزيتون هاد والحشه هون. طيب انا كيف بدي ضمن هذا الزيتون بقلب النص؟ خليه محتوى بقلبه. كيف؟ حاكبس على طبقه الزيتون، اكبس على زر الت وروح وقف هون، حيطلع عندي مربع وسهم، اكبس كبسه فهو صار الزيتون بقلب النص. فلاحظوا هلا انا هيك صار فيني اتحكم بكيف الطريقه اللي بدي اعرضها فيه. طبعا بعدين فيني اعطي تاثيرات للنص مثلا دروب اوتر جلو مثلا بيفل اند امبوست اللي بدي اياه. طيب هلا نفس الحركه رح اروح اعملها انا على القنينه، انه رح اكتب هذا النص اللي انا شفته اوليف اويل. هو طبعا الخط كتير بشع، انا رح اختار هذا الخط، اعمل كنترول تي ورح اخده عن النص لهون. تمام. طب هلا شو رح اعمل؟ بس حضيقه شوي. طب هلا شو رح اروح اعمل؟ حروح جيب صورة الزيتون اخذها والحشها هون وصغرها على قدها. شو رح اعمل هلا؟ حاكبس على الطبقة اعمل الت وضمنها بقلبها. فهلا هي صارت عندي اياها مضمنة بقلبها، اذا عملنا زوم بتبين معنا. طيب هلا رح اروح اعطي تأثيرات عليها مثلا دروب شادو
Alter Glow مثلا، Given an Impulse مثلا، In Your Glow أنا اللي بدي إياه. طب In Your Glow مثلا ممكن أحطه أسود، نجرب شو شلون بيطلع. طيب عجبني هيك. هلا هون شو راح أكتب؟ مثلا العبارة اللي أنا كاتبتها هون Company Name، اسم الشركة، فأنا حأختار لون أحمر مثلا، أكتب Company Name. هلا ما بين النص، غريب ليش ما بين. طيب خليني احذف هاي الطبقة، هوقف على الطبقة الأساسية اللي عندي، اكتب company name، راح اختار خط ناعم نوعا ما، وليكن هيك مثلا، رح أصغره ورح أروح على خصائص الصورة، أعطيه على خصائص التكست عفوا، وأعطيه تباعد شوي بين الحروف بهذا الشكل. عجبني هيك، رح أخده وزيحه شوي لهون. طيب بعد ما عملت هيك، هلا في عندي أنا هاي النوت، رح أنسخ هذا النص وروح حطه هون. بس طبعا هلا انا ما بدي يكون في تباعد، رح رجع هي للصفر عشان ما يطلع في عندي تباعد. اختار هذا الخط مثلا ورح بلش صغر النص شوي، رح ساوي لون الخط اسود، رح اخده لهون واعطيه محاذاة على اليسار. هاي رح طلعوا هذا شوي لفوق. طيب هلا بعد ما عملنا هيك، مثلا انا عجبني النص وكله تمام، هلا شو رح اروح اعمل؟ حروح ادمج هدول الطبقات مع بعضهم، اعمل لهم ميرج لاير. هلا صار عندي اياها كطبقه. طيب هلا انا بدي اروح اعمل لها سكيو مثل ما رحنا شفنا بهي الصوره، يعني اعمل الصوره كانها هيك على الانينه جاي. كيف؟ قال حروح على هي الطبقه اعمل لها اول شيء كونفرت تو سمارت اوبجكت، رح اعمل هلا كنترول تي. هلا لما اكبس زر كنترول اوقف على الاطراف، فانا صار فيني عفوا خربطت. هلا هي كنترول تي، رح اعمل لها هون وارب. فهلا انا شو صار فيني؟ صار فيني اكبس الاطراف واسحبهم بهذا الشكل. مثلا هي بنزلها هيك شوي، فاخذت هذا الشكل اللي نحن شايفينه، وهيك بكون خلص هذا التأثير. طيب هلا حنشوف تأثير تاني. نحن في عنا لكل layer mode، كيف يعني؟ يعني هذا المود اللي هون نحن شايفينه هون، اللي اخذ هلا normal بالبداية، مثلا نفترض انا عندي هاي الصورة هاي مثلا، فهذا النورمال اللي انا عندي اياه هون، بس بقفل الصورة، فانا هون فيني اعطي normal. هلا هذا اللي احنا شفناه وقتها بالتايب هون، انه وقت مثلا انا عندي بالبليند مود، عندي في هون نورمال لكل خيار من الخيارات، وقتها ما رضيت احكي عنه وقلت رح احكي عنه بجلسه لحال. طيب هلا هون النورمال هو شو هو؟ هو له علاقه بكثافه الالوان، باضاءه الالوان، بانارتها. هلا هو بصراحه ما له قاعده محدده، يعني كل صوره ممكن يطلع شكل، بس مثلا هلا في قواعد محدده له. مثلا اذا انا رحت ضاعفت هي الطبقه ورحت على هون، فانا مثلا اذا عملت ملتي بلاي مثلا، فمنلاحظ انه الصورة صارت غامقة. طب هو شو اللي صار منطقيا؟ اللي صار
انه هو اخذ بيكسل من الصوره الفوقانيه مع بيكسل من الصوره اللي تحتها ودمجهم مع بعضهم وطلع معي هي الصوره اللي معتمه. طيب بالعكس اذا رحت انا على الخيار مثلا المود اللي اسمه اوفرلاي مثلا، فملاحظ انه الصوره تغيرت ملامحها. شو صار؟ صارت الاجزاء الفاتحه فتحها اكثر والاجزاء الغامقه غمقها اكثر. يعني الصوره كانت هيك صارت هيك، يعني الاجزاء الغامقه غمقت والاجزاء الفاتحه فتحت اكثر، فطلع عندي هي الصوره. مثلا اذا رحت جبت صوره مثلا صوره مثلا سالي، خلينا نجيب اخذنا هي الصوره مثلا ورحت عطيتها مثلا خيار هارد لايت مثلا، حنلاحظ انه الصوره هيك صارت الوانها كتير، يعني مو يعني كتير الوانها فاقعه. فهي الصوره مثلا بين اخذت تاثيراتها من الصوره اللي تحتها. فانا هذا المود ما فيني احط له قاعده معينه، يعني كل مود بيعطي تاثير شكل بتعلق بالصوره، بتعلق بانارتها، بتعلق باضاءتها. في صور مثلا هون ما بيطلع المود تبعهم الا اذا كان وراها باك جراوند بيضه مثلا او باك جراوند ساده. في صور مثلا ما بيطلع تاثيرها الا اذا كان في عندها طبقتين نفس النوع مثلا فوق بعضهم. في مود ما بيعطي تاثير مثلا الا اذا كان عندي انا طبقه مثلا صوره شكل مع طبقه ثانيه الى صوره غير شكل. طيب لحتى نفهمهم اكثر انا رح اخذ هذا التاثير، كيف انا ممكن اعمل هذا الشكل؟ انا عندي هاي الصوره بدي اعمل هذا الشكل. هلا اول شيء انا هون في عندي نص وفي عندي هاي اللي فوقه صوره طبقت لها مود معين، وفي عندي هاي الصوره الثالثه كمان طبقت لها مود معين. طيب هذا الشيء كيف عم يصير؟ هلا في عندي انا هون بمجلد التايب تول بالاكسبرت نيم في عندي هدول الصورتين، رح اخذهم والحشهم هون. طب هلا حاعمل كنترول ان اطلي بلون اسود ورح اكتب نص معين بلون ابيض. هاي فوتو مثلا حاختار خط تخين رح كبره. طيب انا عندي هذا النص، هلا هذا النص شو بدي اعمل له؟ طبعا احنا حكينا بالجلسه الماضيه انه انا طالما عندي هذا النص فانا ما فيني روح قص اي جزء منه الا لحتى احوله كصوره. فانا رح اعمل له ريسترايز تايب ورح ابلش قص منه اجزاء. مثلا عندي هذا الجزء رح قص منه هذا الجزء، رح اعمل بالزر اليميني حقلا لاير فيا كات، فصارت عندي هي بطبقه منفصله. حقلا كنترول تي واطلع لبرا فيها، حروح طبق تاثيرات على هي اللاير مثلا دروب شادو، اوتر جلو مثلا، مثلا بيفل اند امبوس انا اللي بدي اياه، مثلا حاعطيها انير شادو انا هيك حابه اعطيها تاثيرات. طب هلا انا اعطيت تاثيرات، رجعت على الطبقه الاساسيه ورجعت نفس الشيء قصيت اجزاء منها بالزر اليميني لاير فيا كات وطلعت فيها بيكسل لبرا. طيب على والله هلا بنرد بنرجع، شو بنروح بنعمل؟ بنرد بنرجع بنروح على هي الصوره، بفتح هون التايب بطلع والله هون البيفل عطيته الاعدادات التاليه، بروح لهون بطبق بيفل كذا، بعدين نسيت شغله برد برجع بروح لهون بشوف شو التاثيرات مطبقتها. هلا هذا الحل حل كتير متعب لانه مو معقول انا كل مره نط من هون لهي اللاير لهي اللاير لاعرف التاثيرات اللي عندي. لهيك انا شو راح اعمل؟ راح روح اكبس بالزر اليميني على هي اللاير الا كوبي لاير ستايل، راح اجي لهون حقلا بيست لاير ستايل، فانا اخذت التاثيرات اللي انا اعطيتها اياها، يعني صاروا هدول اللاير بنفس التاثيرات. حرد ارجع على هي الصوره ورد ارجع اعمل هيك، هعمل لاير فيا كات كنترول تي اطلع فيها لبرا ورد ارجع اعملها بيست، رد ارجع هي الصوره مثلا. هلا بده يعطيني هون مشكله وقت له لاير فيا كات اذا ما وقفت على الصوره الاساسيه. هلا لاير فيا كات كنترول تي حاطلع فيها هعمل بيست. هلا حنرجع على الطبقة الأساسية layer via cut كمان control T رح أطلع فيها ورح أعمل paste. بدي أرجع مثلا عجبتني هاي، بدي أرجع فيها layer via cut control T أطلع فيها ورد ارجع اعمل بيست للتأثيرات اللي عندي.
وهكذا. هلا رح اكمل شوي فيها، هكملها هي الفياتات. هكمل بس حرف حرف على الماشي. او خليني اخذها من تحت عشان ما يكونوا الحرفين من فوق. layer via code control T اطلع فيها. layer via code control T اطلع فيها ونفس الشيء هطبق التأثيرات. طيب هلا انا شو بدي اروح اعمل؟ هلا هي صارت عندي هي الصورة مثلا، هلا شو رح اروح اعمل؟ رح اروح افتح انا في عندي هي الخلفية الباك جراوند، رح اخذها والحشة هون، رح احطها على قد الابعاد، رح اسحبها واحطها افوق شيء. طيب هلا شو بدي اعمل؟ بدي اخلي هاي النص طبق تأثيرات على اللاير اللي تحتها، رح اعطيها خيار مود مالتبلاي. فلاحظنا انه هو ضمن لي اياها ضمن هي الصورة الاساسية. فهو شو عمل؟ عنده اسم مكتوب بلون ابيض، في عنده هي الباك جراوند، اخذ بيكسل من الباك جراوند مع بيكسل من اللون الابيض دمجهم مع بعضهم طلع لي هي الصوره. لو اني حاطه انا كاتبه اسم نص بلون اسود كان ما طلع عندي هذا الشيء. طيب هلا حاخذ هي صوره الازاز، عفوا رح اخذ صوره الازاز بالحشه هون. هلا هي صورة الإزاز أنا شو بدي نعرض منها؟ بدي نعرض منها الأجزاء الملونة فقط. فأنا حقلل اللايتن بس أعرضي لي الأجزاء الملونة، فطلع معي هذا المنظر. أنا هذا المنظر بس الأجزاء الملونة، فطلع عندي هذا الشكل النهائي. طيب هلا رح نحكي عن اللاير ماسك. هلا احنا حكينا بالجلسة الماضية، بأول جلسة عفوا، حكينا عن الماسك اللي له علاقة بالسيليكشن، وقلنا انه انا بيكون عندي لونين، لون امامية ولون خلفية. اللون الامامية عم يكون باللون عادة بيكون لون اسود او ابيض، ولون خلفية ابيض او اسود. طيب اذا انا رحت عملت لاير ماسك على الصورة واجيت رحت اخترت الفرشاية وكان اللون الامامية اسود، فنحن وقت كنا عم نستخدم الفرشاية ونشتغل فوق الماسك كنا عم نلاحظ انه عم يخفي لي اجزاء من الصورة. طيب حلو هذا الحكي، لما اجينا عم نقلب على اللون الابيض عم بستخدم الفرشايه وامحي من الماسك عم يرجع يظهر لي اجزاء من الصوره. طيب على اللاير ماسك حيشتغل نفس الشيء، انه انا حيكون عندي هي الطبقه، وحيكون عندي لاير ماسك هي طبقه، يعني هي طبقه تانية على الطبقه الاساسيه اللي انا عم بشتغل عليها. هلا اذا بنطلع على هذا اللاير ماسك انا حلاحظ انه نصه ابيض ونصه اسود. الجزء الابيض هاد هو الجزء اللي محدد من الساعة، والجزء الاسود هو الجزء المخفي اللي انا ما بدي اياه. طيب معناها انا كل شيء ابيض عندي ظاهر من الصورة، كل شيء اسود مو ظاهر. طبعا هلا بالبداية ما حتتوضح عندكم الامور، لحتى ناخذ مثال عملي. لنفترض انا عندي هذا الشكل، عندي صورة هي الساعة طبقت عليها لاير ماسك، حددت الساعة بس طبقت عليها لاير ماسك، فانا حاحصل على الساعة بس بدون الباك جراوند الخلفية تبع هي الزيتية. فهو شو صار؟ بطلع على الماسك انا بلاقي الابيض هي الساعة والاسود هو اللي خفى لي اياها من اللاير الاساسية، فهو خفى لي الباك جراوند تبع اللاير الاساسية. يعني كخلاصة انا عندي صورة رحت طبقت عليها سيليكشن محدد على الساعة، طبقت عليها اد لاير ماسك قام طلع لي بس السيليكشن وكبل لي كل شيء اجزاء من الصورة. قال ما فهمنا شيء، كيف لحتى نعرف هذا الشيء شو عم يصير؟ رح اخذ هذا المثال انه انا عندي صورة هي الوردة، رح اعمل لها ابيض واسود كلياتها، لاحظوا هون كلياتها ابيض واسود، وبس طالع عندي جزء الملون اللي هو اللون الفوشي. طب كيف صار هذا الشيء؟ حنطبقه عملي. عندي هون مجلد اسمه layer mask، رح اخذ صورة هي الوردة. طب هلا شو رح اعمل؟ رح ضاعف ورح اجي اعمل هي الصورة الباك جراوند كوبي، حقلها image adjustment، حقلها desaturate، صارت بيضة وسودة. قال حروح حدد هلا الوردة بكل بساطة، حروح حدد الوردة هي الوردة. طيب هلا شو رح روح اعمل؟ حروح طبق عليها ماسك. اذا طبقنا ماسك شو حنلاحظ؟ حنلاحظ انه الجزء اللي محدد من الصورة اللاير البيضة والسودة ضل محتفظ فيها،
وكل شيء اجزاء ثانيه راح كبه لي مو محدد، فمشان هيك عرض لي على الماسك هون لون اسود. طيب لما راح كب لي اياها شو بده يعرض لي؟ بده يعرض لي من الباك جراوند الاساسيه، يعني لنفترض ان هي الباك جراوند ما كانت عندي، فهو اخر طبقه عنده اياها هي الترانسبيرنت، فحيعرض لي اجزاء من الترانسبيرنت. بينما لما انا عندي هي اللاير فعرض لي الالوان الاساسيه تبع الباك جراوند. قال طيب انا ما بدي هذا الشيء، انا بدي تضل الورده فوشيه والخلفيه بيضه وسوداء. رح اعمل كنترول الت زد، رح اعكس التحديد كنترول شيفت اي، عملنا هي نفسها هي سيلكت انفرس اختصاره كنترول شيفت اي. هلا شو صار عندي المحدد؟ صار عندي المحدد الباك جراوند هي الجزء الاسود واللي ما له محدد هي الورده. لما اجي اطبق الماسك انا لاحظوا لون الاماميه والخلفيه حصرا ابيض واسود، يعني ما عندي لون احمر، ما عندي لون اصفر، ما عندي لون اخضر، لا عندي فقط ابيض واسود. فانا لما طبقت الماسك لاحظنا انه كل شيء بالابيض من هذا الماسك هو نفسه هذا الجزء، وهذا الاسود هي الورده. فلما حذف لي الورده عرض لي الورده الاساسيه اللي هي بالباك جراوند. طيب رح ناخذ تطبيق ثاني. انا في عندي هي الصوره هاخذها من هون اوضح بتكون. انا عندي هي الصوره، حنلاحظ انه عندي طبقه اولى اللي هي فيها التمثال مع طبيعه، حلاحظ انه وراها في عندي طبقه كتابه، حلاحظ انه في عندي هون طبقه جاردن، وبالنهايه في عندي هي اللاير. طب قال هلا احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح نحدد صوره هذا التمثال واخفي صوره الطبيعه. طب كيف رح نعمل هذا الشيء؟ رح اروح حدد، هلا انا هروح حدد هون، طلعنا عن التحديث، هلا بظبطه بالماسك. طيب هلا انا بدي اقيم هذا النصاني، طبعا اخترنا السبستراكت مشان اقيم منه. هلا حاختار الماسك بس مشان اظبط التحديث. لاحظوا هون عندي لون ابيض، حاختار البيزك بروش مثلا هاي، ورح اقيم لك ابيض، معناها انا عم اقيم من النص، عم اقيم من الماسك، عم بعرض اجزاء الصوره الحقيقيه تقريبا نفس مبدا هديك، بس هي للسلكشن هديك لللاير. حرد ارجع هون حزوم شوي مشان اشوف، هون في عندي كمان مشكله، حقلب بلون اسود مشان اقيم هي القرنه تصير من القناع، يعني انا ما بدي اياها، بدي كبها كمان نفس الشيء. هون اصغر شوي الفرشايه، حقلب للون ابيض وقيم هون هي الاجزاء من الصوره. هون كمان عندي التحديد مظبط، بظن هيك صار نوعا ما اضبط. هون انا هون كمان ما بنياها. طيب بظن هلا هيك صار التحديد ظابط. طيب هلا شو رح اعمل؟ حطبق ماسك على هي الصوره بحيث اني انا احتفظ بصوره التمثال وكب صوره الباك جراوند اللي ورا. طبقنا التمثال، قام شو صار؟ راح حذف لي، نحن اذا لاحظنا كان في حواليها حديقه، حذف لي اياها وعرض لي الصوره اللي تحتها. طيب هلا انا قال بدي اروح طبق تدرجات لونيه على الصوره، كيف يعني؟ بس حاحكي هي الفكره قبل ما اطبقها. لنفترض انا عندي هي الصوره، راح احط تحتها باك جراوند بلون ابيض مثلا، راح احطها تحتها، طبعا ما بيرضى يحط ليها الا اذا فكيت القفل. طيب اذا انا مثلا حروح طبق ماسك على هي الصوره، بنلاحظ انه هلا الماسك كلياته لونه ابيض، يعني انا عندي الصوره كلياتها مثل ما هي طالعه، مو رايح منها ولا جزء. طب نحن كثير احيانا بنشوف اجزاء من الصوره بيكون مثلا مبلشه من هون من لا شيء لاغمق 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 لواضحه الصوره كلياتها. طب هذا الشيء كيف عم يصير؟ نحن حكينا انه نحن عندنا بالجريديانت في عندي انا بالجريديانت في عندي هون مثلا، اذا خلينا نقلب هون للون اسود مشان هلا اخفي اجزاء من الصوره،
في عندي هاد الجريديانت، نصه ترانسبيرنت ونصه اسود. طبعا الاسود بس طبقه رح يخفي لي من الصوره، والترانسبيرنت رح يظهر لي من الصوره الاساسيه. خلينا نشوف كيف. انا رح اختار هاد ورح اجي اعمل هذا الشيء هيك مثلا. فحنلاحظ هلا هون انه بهذا الماسك صار عندي اسود برمادي الرمادي الرمادي هيك للون الابيض، فمعناها هو عمل لي لا شيء من الصوره، لبلش يظهر لي شوي ملامح الصوره شوي 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 لبلش تطلع ملامح الصوره. لما اجي اعمل كنترول شيفت اس واحفظ الصوره كجي بي جي مثلا وافتحها، فراح احصل على هي الصوره نفسها اللي انا عندي اياها هون. حيطلع عندي هي الصوره ابيض، هي الباك جراوند الاساسيه للا شيء للا شيء هيك لحتى يطلع عندي لون الصوره الاساسي. هلا هذا الشيء اللي رح اعمله انا هون، انه انا في عندي صوره هي الكتابه بس بدي اعرض جزء من هي القصبات. طب كيف بنعمل هذا الشيء؟ رح اروح طبق ماسك على هي الصوره ابيض هلا، فمعناها انا طالع عندي الكتابه اللي هي الباك جراوند كلياتها مثل ما هي. هاختار الماسك هاد اللي هو ابيض اسود ورح طبق هذا الشيء. فلاحظنا انه عرض لي اجزاء من الصوره اللي تحت. ليش؟ لانه بلش شفافيه شفافيه هيك لحتى عرض لي اجزاء الصوره الاساسيه. طيب هلا نحن عندنا هي الصوره، اذا بنيجي بنطلع على الصوره الاساسيه، فانا بلاحظ في عندي هون شباك وطالع منظر الطبيعه من ورا. طب كيف صار هذا الشيء؟ رح روح اجي انا على هي الطبقة الاساسية، حدد اللون الازرق شو رح اعمل هلأ؟ حارجع على طبقة الجاردن ووقف عليها. بنلاحظ انه صار هلأ اللي محدد من الجاردن هذا اللي بدي احتفظ فيه، وفي ما عدا ذلك بدي كبه اللي هي هي المنطقة هي المنطقة هي هي. فلما طبق عليها ماسك شو عمل؟ رح كبل لي كل شيء مو محدد واحتفظ لي بالشي اللي محدد، فطلع عندي هذا المنظر. فمعناها هلا هيك صرنا نعرف شو فائدة الماسك، انه هو عم يفيدني كتير بالتحديد. يعني مثلا انا تخيلوا لو كان بدي حدد هذا البيرسون، بدي حدد عفوا هي التمثال، فتخيلوا انا والله روح حدده، ولانه بدي اتخلص انا من الباك جراوند تبعه، فانا بروح بنقله على طبقة جديدة، بعمل فايل جديد وبنقله عليها، وبرد برجع بروح بحذف هي الطبقة هي، وبرد برجع باخده وبنقله لهون. فهي لتك، فانا هي الماسك اختصرت علي كتير من الخطوات. طيب هلا حنحكي عن اداة البين تول. شو هي أداة البين تول؟ طبعا نحن حكينا قبل انه نحن مثل ما عندنا بالإلستريتر كل شيء رسم فيكتور، فهي البين تول بترسم لي باثز. شو يعني؟ يعني بترسم لي مسارات اللي هي مثل الفيكتور، ما بتتشوه الصورة قد ما صغرت وكبرت فيها، فهي عم تحافظ على الدقة تبعها. طيب طبعا البين تول بترسم لي منحنيات. هعمل كنترول ان، خليني بس اخذ فايل ب 500 مثلا. في باك جراوند ابيض، رح اجي هلا اخذ اداه البين تول وبلش رسم. طبعا هون في عنا شيب في عنا باث، انا رح اخذ الباث وبلش رسم. انا عم برسم مسار. طب بعد ما رسمت مسار، انا هذا المسار فيني طبق عليه تاثيرات. كيف يعني؟ اذا عملت بالزر اليميني ميك سيلكشن، ما اخذ ميك سيلكشن. طيب انا رح سكر الفوتوشوب ورد ارجع افتحه. شكرا على اعمل كنترول ان، رح اجي هلا ارسم باس مسار. لاحظوا هون عم يطلع عندي ميل وعم يطلع عندي منحني، فهلا وقت اجي ارسم كمان رسمه ثانيه حتطلع على الميل، كمان منحني كمان هيك. اذا عملت بالزر اليميني عملت ميك سيلكشن، عملت اوكي، فهو راح حدد لي. فانا صار فيني هلا اعمل كنترول شيفت اي واسحب هذا السيلكشن. قال لا انا ما بدي اعمل سيلكشن، بدي اعمل مثلا في الباث، يعني انا بدي اطليه بلون معين. فمجرد انا ما عملت في الباث فهو طلع لي بلون ابيض. هلا هون ما حيبين لانه لونه ابيض لون الاماميه. هلا حاعمل في الباث، هلا طلع لي الخلفيه بلون اسود والاماميه بلون، الخلفيه بلون اسود والاماميه بلون ابيض. طيب قال لا انا ما بدي هيك، بدي طبق عليه مسار معين. طيب ولنفترض انا اذا رحت اخترت ستروك باث، فهو حيطلع لي كل شيء ادوات انا عندي اياها. لنفترض انا بدي اختار البرش، بس قبل ما اختار رح اروح شوف الفرشايه شو تاثيرات شو شكلها. حلاحظ انه شكلها هيك عاجبني اعداداتها وعاجبني السايز تبعها. رح اوقف هلا على التحديد، اعمل بالزر اليميني ستروك باث، رح اختار برش. هلا اذا ما فعلنا خيار سيميوليت، شوف شلون رح يطلع الباث عندي. حيطلع عندي خط عادي.
طيب حاختار هلا انا السيميوليت واعمل اوكي. حاعمل سكيب مرتين مشان اقيم هذا الباس. لاحظوا هلا شو صار عندي، صار عندي من لا شيء للشيء للرمادي هيك لحتى بلش يعطيني صورة لكامل السايز تبع البروش هيك للا شيء. فمعناها هو بيعمل لي يا رفيع من الاطراف وتخين، وببلش اتخن باتخن باتخن لحتى يرجع للارفع. طيب لنفترض طبعا انا كل شيء باسات برسمها بلاقيها هون، يعني في عندي انا لوح خاص للباث، منين بجيبه؟ من الويندوز بلاقي هون بالباث اذا بدي اياه بيطلع عندي. طبعا هدول هن الخيارات اللي هي ميك سيلكشن، اذا وقفنا هون على هذا بلاقي عندي هون ميك سيلكشن مثلا، مثلا عندي هون اذا وقفنا عندي هون مثلا اني اعمل باس عليه سواء بالبرش او باي اداه، وهون اني اعمل له فيل. طيب قال لنفترض انا عندي هذا الباس، جيت رسمت هاد، عملت نقطة هيك ورسمت. طيب النقطة الجديدة اللي بدي ارسمها حتطلع منحنية حصرا لانه انا في عندي ميل. طب انا ما بدي اياها تطلع منحنية، بدي اياها هذا الميل ينقص جزء، هذا ينقص جزء منه مشان اقدر ارسم خط مستقيم. كيف بقصه؟ قال بكبس على زر الت وبكبس هون، لاحظوا طلع عندي ناحية البين تول شبه يعني مثل الثمانية، بكبس كبسة فقصت لي جزء منه، هلا صار فيني ارسم خط مستقيم. برد برجع فيني ارسم منحني، قال بدي رد ارجع هلا ارسم خط مستقيم، بكبس على زر الت وبكبس هيك وبرد برجع برسم خط مستقيم. فانا هيك معناها اذا بدي ارسم خط مستقيم. طب لنفترض انا قال بدي اضيف نقاط على الشكل اللي عندي، قال في عندي شيء اسمه اد انكر بوينت تول، ابلش بقى اضيف انا نقاط، برش نقاط على الشكل اللي عندي. طبعا اذا بدي اقيم نقاط فانا في عندي شيء اسمه ديليت انكر بوينت، كمان بكبس على النقطه بيعمل لي ديليت عليها. طيب هلا احنا في عندنا هون باث سيلكشن تول ودايركت سيلكشن تول، شو الفرق بيناتهم؟ قال الباث سيلكشن تول بحرك لي الباث تبعي. طيب الدايركت سيلكشن تول شو بيعمل؟ اذا كبست على هي النقطه مثلا فانا صار فيني اتحكم بشكلها، العب بشكلها، فهو بيعدل لي على المنحني اللي عندي انا مثلا هيك هيك مثلا. طيب هلا حاخذ تطبيق عملي عنه. انا عندي بالبين تول في عندي هي الصوره، طبعا انا بحدده، طبعا انا بالنهايه بدي احصل على هذا الشكل، هذا الشكل اللي انا شايفته قدامي. طبعا انا شو عامله؟ عاملة نقاط هون مشان ارسم هذا الشكل الابيض اللي احنا شفناه بالصورة، وعندي هي المركبة مع الباك جراوند تبعها وعندي النص. طيب حناخد هدول الصور، اول شي رح افتح هي الصورة، رح اخد هدول الاشكال والحشون هون. هلا حاجي حدد المركبة انا باداة الباث تول، رح بلش تحديد مثلا هيك. هلا بدي ارسم خط مستقيم، اعمل هيك مثلا شوي احني، بدي ارجع ارسم خط مستقيم عفوا. هلا بدي ارسم هيك معروج، بعمله هيك. هلا بدي ارسم خط مستقيم فانا بدي اقيم جزء من هذا الميل، هلا برسم خط مستقيم، بدي برجع بعمل هيك، بدي برجع بعمل هيك. هلا فيني اجيبها هيك يا ترى؟ ما فيني اجيبها، رح اتراجع وارسمها اخذ نص بنص. وهلا بعدين هلا حقيم هذا الجزء، هلا رح ارجع اعمل هيك كمان مو ظابط، رح اتراجع عن هي الخطوة. صار عندي هلا هذا الشكل. شو رح اعمل هلا؟ رح اعمل بالزر اليميني ميك سيلكشن، فهلا اعمل لي اياه كتحديد. هلا انا صار فيني اسحبه، هعمل كنترول شيفت اي اكس التحديد، وهلا اخذه واسحبه على الشكل اللي عندي، هحطه هون واعمل له شوي روتيت. طيب بس في فكره انا ما حكيتها، لنفترض انا عندي هذا الفايل، نحن حكينا انه نحن فينا نرسم باث. طب اذا بدي ارسم شيب فرح يطلع عندي الفيل
شو حيكون مطلوس من جوا وشو الستروك تبعه. لنفترض حأعمل الستروك تبعه زهري، حبلش هلا ارسم، لاحظوا عم يعبي لي المسار عندي وبستروك لونه زهري. طبعا ما بين هلا كتير لانه كتير رفيع عرضه، اذا كبرته ببين معي. طيب هلا انا معناها هذا الشيء اللي بدي اطبقه هلا هونيك، انه انا هلا بدي ارسم هون. اذا نرجع للصوره الاساسيه، فمنلاحظ في عندي هون فيل فيل باث، بس اخذينه كشيب مو كباث. فانا شو بعمل؟ بختار شيب وبلش هلا برسم. حبلش بهي النقطه، طبعا هلا بالبدايه رح اخفي هذا الشكل. حبلش بنقطه البدايه عندي هون هيك، بس لحظه هعمل تراجع. رح اختار لون الفيل ابيض ولون الستروك ابيض. طيب هلا حبلش بنقطه البدايه، حارسم خط مستقيم. هلا حاعوج شوي، بلش هلا يطلي لي اياه بابيض، هاعمل هيك بعدين حارسم خط مستقيم. ما عجبني كمان كتير. حوقف هون، اعمل هيك، ارسم هيك. رح اقيم هلا اعمل الت وقيم هذا المستقيم. هلا حارسم خط مستقيم، حرد ارجع اعوج ايدي هيك، رد ارجع اعمل هيك، ساوي هيك. هلا هيك طلع عندي هذا الباث اللي بدي اياه انا. سكيب مرتين مشان يروح. طبعا هي الطبقه اللي عليها النقاط انا رح اخفيها لانه انا عملتها بس للمساعده. صار عندي هذا الباث. هلا رح اظهر هي الصوره، بس رح اطلع على فوق منها. خليني اكبرها شوي مثلا بهذا الشكل. طيب هلا اذا بنرجع للصوره الاساسيه، بنلاحظ انه في عندي هذا المنظر انا. كيف بدي اعمله؟ رح اوقف على أداة الشيب. طبعا هي الشيب بترسم باث، والأشكال هون كمان بترسم باث. رح اختار كاستوم شيب مشان اختار فرشاية، وليكن رح اختار هي الفرشاية مثلا ولتكن خلينا نختار هي هلا مثلا. طب هلا بس اخترت هي، انا رح اختار هون سبستراكت فرونت شيب. شو هدول الاربع خيارات؟ نحن بتتذكروا وقت حكينا عن التحديد قلنا في عنا اربع مربعات: تحديد وحيد، جمع اكثر من تحديد، انقاص تحديد، وتقاطع تحديد. بالشيب عندي نفس الشيء، انا هلا عندي هذا الباث والشيب هو باث، فانا بدي نقص منه هذا الشكل. لما اجي ارسمه هلا لاحظوا كيف طلع عندي زائد واشاره ناقص، رح اجي ارسمه فهو نقص لي منه هذا التحديد، فصار عندي هذا الشكل. طيب خلينا ناخذ هلا هذا النص، اخذه واسحبه لعندي. حنلاحظ هون انه انا في عندي على النص هي الحركه. كيف بعمل هي الحركه؟ قال حروح طبق على الصوره اللي عندي اياها. هي ماسك، هي اداه الكتابه، هي خلفيه الكتابه، حطبق عليها ماسك. لاحظوا هلا الماسك لونه ابيض، فبالتالي معناها انا عندي كل الصوره محدده، كل الصوره ظاهره يعني. هلا رح ازوم شوي، انا رح اجي اختار شيب، رح اختار نفس الشكل، بس ما رح اختار شيب، رح اختار باث، انه انا بدي ارسم مسار، ورح ارسم مسار مثلا هاد بدي اياه. رح اعمل كنترول تي واطلع فيها. طيب هلا طالما انا مختاره لون الاماميه اسود، ونحن حكينا انه الماسك اذا كان عندي لون اسود بيخفي لي من الصوره، واذا كان عندي لون ابيض بيظهر لي من الصوره. هلا طالما انا عندي لون اسود بدي اخفي. طب كيف بدي اخفي انا هذا الشكل؟ كيف بدي اخفي؟ رح اروح اعمل، بما انه هذا شيب وانا رسمته كباث فهو ظهر عندي اياه هون كباث، هعمل له سيلكشن ورح اعمل الت باك سبيس مشان الون باللون الاماميه اللي هو اسود. لما بروح على الماسك انا هلا هون عليا، بلاحظ انه صار عندي هون هيك نقطه سوداء بالماسك، فهو شو صار عندي انا؟ خفى لي اياها. طب حرد ارجع نفس الشيء اعمل هون، هعمل كنترول تي واطلع فيها لفوق، ورد ارجع شو اعمل؟ اعمل سيلكشن على هذا الباث، وبدي اطليه بلون اسود مشان يخفي لي من الماسك، الت باك سبيس فانخفى عندي. طب اذا برجع على الصورة الاساسية انا، إذا برجع على الصورة الأساسية أنا عندي، بلاحظ في عندي هدول الشيبات. كيف بدي اختارهم؟ رح اختار هلا شيب بس مو باث، حاختاره كشيب
حاختار الشكل اللي انا عند اللي بدي اياه اللي هو نفسه شفناه هناك. هو هاد شو راح اعمل هلا؟ راح اعمل كنترول شيفت ان، قلنا خلي شغلنا كلياته كطبقات، يعني مشان انا ما اروح ادمج هذا الشيب مع الخلفيه وما اقدر اطبق عليه تاثيرات، ححطه على طبقه جديده. حبلش هلا ارسم هيك اشكال مثلا هيك. شو راح اطبق هلا عليها؟ هلا حروح اطبق عليها اوباسيتي، بس انا بدي احملها واسحبها تحت كل الطبقات مشان تطلع تحته. فبالنهايه طلع عندي هذا المنظر. طبعا فيني اتحكم بمكان اللاير، عفوا ازينه ازواج. صار فيني هيك اتحكم بحد مكانه، بس انا مليتان هيك. فهيك طبعا فيني اقلل الاوباسيتي كمان عشان يطلع شفافية اكتر. فهيك انا بكون طبقت هاي التأثيرات على هذا النص. طيب رح نحكي هلا كيف انا بعمل انيميشن. طيب اذا شغلتها نلاحظ انه الصورة هون عم تتحرك. طب كيف عم يصير هذا الشيء؟ هذا الشيء اسمه جيليتر. كيف عم يصير هذا الشيء؟ انا حاطت لكم هون بالصور في عندي مجلد اسمه جيليتر، انا ما بدي افتح على المتصفح لانه هي لاحقتها جيب، فمشان هيك فتحت على المتصفح. رح افتحها على كفيور عادي. اذا بلاحظ بقلب بيناتهم بلاحظ انه الصور عم تتحرك. هدول الجيليتر طبعا فينا نحمل من النت كتير جيليتر، هيك كل صورة بتفرق عن الثانية بشي محدد. طب هلا شو رح اعمل؟ اول شي رح اسكر هلا هذا الشغل، رح اجي اخذ هدول الصور اخذهم لعندي الحشون هون. طبعا نحن اخذنا بتاني جلسه انه انا فيني اعمل ديفاين لبروش. طيب انا هدول باترن فيني اعمل لهم ديفاين؟ قال ايه فيني اعمل لهم ديفاين. هلا انا ليش بدي احولهم لباترن؟ طيب هلا احنا عنا هدول الصور رح صدرهم كباترن. في عنا شيء مثل ما احنا عملنا ديفاين لبروش، رح اعمل هلا ديفاين لباترن. حروح على شيء اسمه ايديت ديفاين باترن، رح اعمل اوكي، رح سكرها لانه ما عاد الي شغل فيها. ايديت ديفاين باترن كمان رح سكرها لانه ما عاد الي شغل فيها. ايديت ديفاين باترن رح سكرها لانه ما عاد الي شغل فيها. هلا احنا كم باترن ضفنا؟ قال ضفنا 3 باترن. طب رح اعمل هلا هاعمل هلا صوره بابعاد مثلا 1500، ورح اكتب نص وليكن مريم البصار. طيب هاخذ هذا النص بس هتخنه شوي، هكبره شوي. هلا انا كم باتر ضفت؟ قال انا ضفت 3، فرح ضاعف 3 مرات. طب هلا شو رح اروح اعمل؟ حاعطيها خصائص مثلا دروب شادو، بيفل اند امبوس، مثلا اوتر جلو، ورح اعطيها باتر. شو رح اعطيها؟ اعطيها هي اول صوره مثلا، برد برجع بنسخ هدول الخصائص نفسهم كوبي، بعمل لهم بيست هون، هون بعمل لهم بيست. بس هلا حفوت هون عدل على الباترن. بس نحن اخترنا اول وحده. طبعا هلا نحن شايفين اكثر من باترن لانه انا عامله ديفاين اكثر من مره، بس مشان تشوفوا كيف عم ينعمل ديفاين. اخترنا باللاير اللي تحت اول وحده، هلا حاختار الباترن الثانيه، وهون رح اختار الباترن الثالثه هاي. طيب هلا لحتى اعرضهم انا شو رح اعمل؟ حروح على شيء اسمه ويندوز تايم لاين. هلا هذا التايم لاين حضاعف 3 مرات لانه انا عندي 3 طبقات بسبب انه كان عندي 3 جيليتر. حضاعف 3 مرات، حروح على اول طبقة، خلي طبقة مريم قصار واحمي الكوبي والكوبي 2 امحيهم. رد ارجع على هي الطبقة، احمي اخفي النجمة عن مريم وخليها عن المريم كوبي، وهون رح اخفيها عن مريم وخليها عند مريم كوبي 2. هلا بطلع هون بلاقي انه في عندي الزمن تبع اللاير. فأنا رح أحطه مثلا
الزمن بدي اياه 0.2، هون مثلا يعني سرعة الحركة هون 0.2 سكند وهون 0.2 سكند، رح نفذ حلاقي انه بلشت تطلع عندي لمعة. هلا اذا رحت عملت فايل سيف از، رح لاحظ انه ما عندي هون لاحقة جيف، لانه نحن لحتى نخزن صورة انيميشن اتفقنا انه لازم نخزن بلاحقة جيف. طيب كيف بنخزن؟ هلا طبعا صور الجيف اذا بنفتحها هون كصورة عادية ما حتطلع الانيميشن فيها، لحتى تطلع الانيميشن فيها لازم انا افتحها على المتصفح، فهعمل فايل سيف فور ويب، رح اختار جيف ورح اختار الكلر 256. نحن حكينا باول جلسة انه الجيف عدد الوانه 256، في حال قللنا فالدقة رح تروح، رح تنتزع الدقة. لاحظوا كيف الدقة عم تصير عم تنتزع، فانا رح احط اعلى دقة هي 256 يعني كل الالوان. رح اعمل سيف، رح احطها على سطح المكتب وخزنها. طيب رح اجي افتحها اوبن ويز مثلا كروم، هلاحظ انه طلع عندي صورة متحركة اللي هي الجليتر. طيب رح نحكي هلا عن الفلاتر. شو هي الفلاتر؟ الفلاتر هي عبارة عن برنامج كتير صغير، مثل سوفت وير، هو منضافين على برنامج الفوتوشوب. فيني انا عن طريقهم اعمل تأثيرات للصور بخطوات كتير بسيطة، يعني اي تأثير. مثلا اذا انا عندي شخص مثلا بدي اياه يطلع له مثلا يطلع كأنه ظاهر فأزاز، فأنا فيني طبق فلتر بيعطيني هذا الشيء. إذا مثلا عندي سيارة ماشية بسرعة كبيرة بدي أعطيها مثل هيك كأنه في إلها رياح، فأنا كمان فيني طبق فلتر لهذا الشيء. مثلا من الفلاتر اللي فينا نطبقهم، البعض من الفلاتر هي مثلا إذا أنا عندي مثلا ميكي موس بدي أعمل له ظل هيك منعكس، فانا فيني اعطيه ظل منعكس، بس انا هذا الظل بدي اعطيه يعني غباشه شوي، فانا عن طريق فلتر من الفلاتر فيني اعمل هذا الشيء. عندي مثلا صوره سالي، فانا فيني اعملها هيك كانه كسكتش كرسم تخطيطي. اذا مثلا انا عندي هيك صوره فيني اعملها نافره اكسترود يعني نافره لبرا. اذا كان في عندي هي الصوره مثلا هي صوره البنت، فانا فيني اعملها هيك. طيب اذا كان عندي مثلا صورة هي البنت فيني احطها على صورة على مثل طبقة ساتان او شيء هيك معروجة، واعمل لها كف يعني مثل كأنها علم او شيء كأنها بنقوش عليه. لنفترض مثلا كان عندي صورة هذا الطفل، فانا فيني هيك اعمله مثل كأنه له دقن. طبعا واخر شيء رح احكي كيف فيني اعمل هذا الشكل، كمان هذا مستخدم فيه فلاتر. طب رح نبلش باول واحد. هلا انا عندي ميكي موس، رح روح جيب صورة الميكي موس. طيب منلاقي طبعا بين الملفات في عنا شيء اسمه فلتر الاكسبرت 1، رح اخذ صورة الميكي موس حقلح شو عندي هون. رح اعمل فايل جديد مثلا 1500 واسحب هالميكي موس لعنده. طيب انا هذا الميكي موس عندي بدي احط له ظل، شو راح اروح اعمل؟ حروح على البيلدينج اوبشن اعمل دروب شادو واعطيه ديستانس مسافه معينه، حاعمل اوكي. حلاحظ انه صوره الميكي موس ملزوقه مع صوره الباك جراوند، عفوا صوره الميكي موس ملزوقه مع صوره الشادو. طبعا انا هذا الشيء ما بدي، لانه انا حتى احسن اعمل هذا الشيء فلازم يكون ميكي موس مفصول عن الظل تبعه. طيب قال كيف انا فيني اعمل هذا الشيء؟ كيف فيني افصل الطبقه الاساسيه عن طبقه البيلدينج اوبشن اللي مطبقين عليها؟ قال بروح على شيء اسمه لاير ستايل، في عندي شيء اسمه كرييت لاير، فبس مجرد ما اخترته فهو فصل لي ميكي ماوس عن ظله. تمام، شوف شو رح اعمل هلا. حوقف على الظل، اعمل كنترول تي، اكبس على زر كنترول واسحب على محور الزدات. فأنا هيك صرت عم بسحب على محور زدات لجوا، مثلا بدي اياها هيك، رح اخذها مثلا وحطها هيك. طيب على هذا الظل انا بدي اطبق عليه غباشه معينه، شو رح اعمل؟ حروح على شيء اسمه فلتر بلور جاوسيان بلور، ورح بلش العب هون بالتشوه. مثلا فيني هيك اعمل لها التلاشي للاشيء، يعني فيني هيك اعملها
يحس شوي، يخلي ملامحها مبينة. طيب اذا رحت هلا على الف... على الف... على الويندوز على الهيستوري، هي الصورة كانت هيك، عفوا الصورة كانت هيك، صارت هيك. فلاحظنا الفرق بعد ما طبقنا عليها الفلتر. هي اول فلتر كتير سهل. طيب حنشوف الفلتر الثاني. يعني انا صار فيني بكبسة زر اقدر اطبق اشكال كتير حلوة على الصور. انا عندي صورة سالي. حنلاحظ انه هون لون الامامية اسود ولون الخلفية ابيض. طب انا بدي اعملها كرسم تخطيطي، شو راح اعمل؟ هروح على شيء اسمه فلتر جاليري. طبعا بنلاحظ هون بالارتستيكس مثلا هون انه في عندي هيك فلاتر بهي الاشكال. لاحظوا هاي الفلاتر كلها باشكال معينة، انا فيني اختارها حسب حاجتي. مثلا ممكن كمان في عندي هيك فلاتر بهذا الشكل، ممكن مثلا هيك كأنها هي مثلا ورق ازاز، هون ورق ازاز مثلا محجر. طيب هلا انا المهم هذا اللي بدي اياه، انا بدي اعملها كرسم تخطيطي. طبعا في هدول كمان، في عندي هدول الفلاتر. طبعا فيني كمان ضيف فلاتر مثل اي اداة فيني اضيف عليها. طيب المهم انا هلا حروح على شيء اسمه سكيتش، شو هذا اللي بيهمني. رح اختار شيء اسمه جرافيك بين. لاحظنا انه صارت هيك مخططة تخطيط. هعمل اوكي. هلا لو كان لون الامامية احمر ولون خلفية اخضر او كذا كان طلعت الالوان هون غير الابيض والاسود. هلا هون الابيض والاسود طلعوا لانه انا مختارتهم هيك. طيب هلا انا كيف بدي اعملها مثل هذا الشكل. قال حروح جيب هي الصورة اللي عندي اياها، الحشا هون، ورح اعطيها مود، هاعطيها ملتي بلاي. فصار عندي هذا الشكل. هلا الملتي بلاي مثل ما حكينا حتاخذ بكسل من هي الصورة مع بكسل من هي الصورة، تجمع بيناتهم وتعرض لي على الشاشة، مشان هيك انعرضوا جزئين من الصورة. طيب الفلتر الثالث هاد كثير سهل كمان. رح نجيب الصورة هاي، صورة قصر العظم بالاكسبر 3. طيب شو رح اعمل هلا؟ حروح على شيء اسمه فلتر ستايلايز. في عندي شيء اسمه اكسترود، انه هيك شيء منبسط يعني. هلا هون حنلاحظ في عندي انا بلوكس وفي عندي بيراميدز. طب شو الفرق بيناتهم؟ البلوكس بتعرض لي الانبثاق على شكل مكعبات بلوكات، البيراميدز بتعرض لي على شكل مثلثات مثل الاهرامات يعني. هلا السايز تبعها هي الطول والعرض تبعها، والديبس هي العمق. بما انه هي منبثقة لبرا فإلى عمق، فانا رح اختار مثلا السايز 10، العمق خليه 30 او فيني زيده مثلا لل40. اذا عملت اوكي فحلاحظ انا الصورة صارت عندي بهذا الشكل. قال طيب حدا بيجي بيسألني انه بركي انت بدك اياها نص بنص، كيف بدي ساويها؟ قال ايه بسيطة، بروح بضاعف الصورة، بروح على شيء اسمه فلتر ستايلايز، برجع بعمل اكسترود، هحدد بلوكس واعمل هيك. هلا بعد ما صار عندي هيك رح روح اجيب المحاية، انا اختار مثلا فرشاية هيك، كبر حجمها وبلش امحي منه اجزاء مثلا هيك. فهي صارت الصورة نص بنص. طيب حنجرب الخيار الثاني اللي هو البيراميد فلتر ستايلايز. رح اختار البيراميد، حنشوف كيف حيطلع عندي الشكل. حيطلع عندي هيك مثلثات. طبعا بالنهاية انا حسب حاجتي بشتغل. هلا هذا الشكل شوي بده شغل، رح نحكي فيه. حنروح على الاكسبير 4. حناخذ صورة هي البنت. هلا شو رح روح اعمل؟ هلا مرة احد الاشخاص سألني انه انا اذا في عندي صورة بدي اعمل تحديد للون ابيض فيها فيني؟ فانا وقت قلت لهم لا ما فيني. ليش؟ هلا انتم حتشوفوا هون شيء حتقولوا انه طب شلون قالت ما فيني وانا هلا هون فيني حدد اجزاء من الصورة؟ حنشوف شو رح يصير معنا هلا. هلا حاعمل كنترول شيفت ان، رح روح على شيء اسمه سيليت كلر رينج، رح اختار انه حدد لي كل شيء اجزاء انت شايفها سودا، رح اعمل اوكي. هلا هو حدد لي الاجزاء اللي هو شايفها سودا، بس مثلا هون شعره انا ماني شايفته اسود، انا شايفته بني مثلا، هو شايفه اسود. فمشان هيك معناها انا ما فيني روح الا والله روح حدد لي كلر رينج اللي انت شايفهم ابيض، لانه ببساطه هو ممكن الشيء اللي شايفه هو ابيض انا اكون مالي شايفته ابيض، يعني انا
مثلا شايفه لون اصفر بس هو شايف فيه بياض فيروح يحدده، فمشان هيك انا ما فيني استخدم هي الطريقه. هلا رح اعمل كنترول سي لهي والصقها هون كنترول في. لما حاخفي هي الطبقه حلاحظ نسخ لي اللون الاسود، حسميها بلاك مثلا. حرد ارجع اعمل كنترول شيفت ان، صار عندي هي الطبقه. رح ارد ارجع اعمل هون سيلكت كلر رينج، رح اختار الشيء اللي شايفه هو الميدوتونز الرمادي، يعني الشيء اللي شايفه هو رمادي. رح اعمل كنترول سي يعني اللي هو لا شادو ولا هايلايت ولا لايتن عفوا، لا ظل كثير ولا كثير ضاوي. رح اعمل كنترول سي، اجي لهون اعمل كنترول في. هلا اذا خفيت هي فرح لاحظ انه خفيت هي فحلاحظ انه هو لصق لي هي الاجزاء. طب هي حسميها جراي مثلا. طيب حروح هلا على شيء اسمه ايديت فيل، ورح اختار هون لون، بما انه هي جراي رح اختار 50% جراي، لون لي اياها بلون جراي. هلا في ملاحظه هون انه انا اذا عملت ايديت فيل وهذا خيار الترانسبيرنسي ما كان مفعل، فرح يروح يطلص لي الخلفيه كلها ترمادي. مشان هيك انا بفعله هذا الخيار مشان يطلص لي بس الاجزاء الملونه بالصوره. هروح على البلاك اعمل ايديت، ورح رد ارجع اعمل فيل، ورح اختار لون بلاك، فلون لي اياها باللون الاسود. طبعا هلا ما حدا فهمان ليش انا عم لون بلون ابيض ولون رمادي، بس هلا رح تعرفوا ليش. حادمج هلا الطبقتين، ورح اروح اعمل كنترول شيفت ان طبقه جديده، وحروح لونها باللون الابيض. رح اخفيها هلا مؤقتا، حرد ارجع اعمل كنترول شيفت ان وطلع طبقه جديده. هلا انا عامله هون صوره فيها اخبار، فيها كتابه بالانجليزي، ما بعرف شو هي الكتابه، انا وقتها جبت نص بالانجليزي ولحشته. رح روح اعمله كبروش، هعمل شيء اسمه edit define brush واحفظه كبروش. هلا رح اجي لهون هاختار الفرشايه، ورح اختار فرشايه هي، ورح بلش ارسم. اكتب هيك على الصوره هيك مثلا، تمام لهون. طيب هلا شو رح روح اعمل؟ حروح على هي الطبقه اللي هي فيها الاخبار النيوز، حسميها مثلا، شو رح روح اعمل؟ وهي حسميها باك جراوند. طيب هلا حوقف على هي الطبقه، شو رح روح اعمل؟ ححط ماسك. هلا الماسك لونه ابيض، هلا ما حدا فهم ليش انا عم لون بلون هون لونت هي الصوره بلون اسود ورمادي. طبعا نحن حكينا الماسك انه هو كل شيء اجزاء لونها سوداء ما بيظهرها على اللاير الاساسيه، كل شيء اجزاء لونها بيضاء اللي هو شايفه الترانسبيرنت فهو عم يعرضها، كل شيء اجزاء رمادي فهو حيعرض لي من الصوره نص، يعني ما حيعرض لي اجزاء الصوره كامله وانما حيعرض لي شفافيتها. طيب يعني احنا حكينا انه بالماسك ما عندي شيء اسمه احمر، ما عندي شيء اسمه اخضر، وانما ابيض اسود وتدرجات الرمادي، مشان هيك انا هون تقصدت لما بلون اسود وابيض مشان اقدر هلا استخدمه على الماسك. قال طيب انا ما بدي الصوره هيك تكون، انا بدي اياها تاخذ هذا الشكل، انه تحس الاخبار كانها ملزوقه بالباك جراوند اللي انا عندي اياها. كيف فيني اعمل هذا الشيء؟ حروح انا على صوره البنت، هعمل كنترول اي كنترول سي، رح اجي واقف على طبقه الماسك. كيف بوقف على طبقه الماسك؟ ما فيني هيك اوصل لها، حاكبس زر الت واكبس عليها كبسه وصلني على طبقه الماسك. هعمل كنترول في لصقته انا. طيب رح اجي هلا اخفي هي ورح اظهر هي، حلاحظ انه صار عندي هذا الشكل. هلا حاظهر الباك جراوند مشان يبين. طب هلا حنطلع على هذا الشكل شو حنلاحظ؟ حاخفي شوي، لاحظوا هون ناحية الشعر هذا اللي كان اساسه اسود هون، لاحظوا ما طلع لي شيء من طبقه الاخبار، ضل ابيض. بس مثلا لاحظوا هون اذا بنرجع لهي الطبقه بنلاحظ كل شيء اسود بالماسك ما عرض ليها، كل شيء اسود ما عرض ليها، كل شيء ترانسبيرنت شايفه ابيض هو فعرض لي كل شيء بالاخبار عنه. مثلا هي القرنه هي القرنه هي القرنه، كل شيء رمادي عرض لي اياه هيك نص نص. فلما اجيت وقفت على هي الطبقه انا لاحظت هذا الشيء، انه هون شوي فاتحه، هون كتير ظاهره اللون الاسود بطبقه الاخبار، هون بالمره ما عرض لي شيء لانه على الماسك اصلا لونه اسود فهو ما رح يقدر يعرضه، بس كل شيء ابيض قدر يعرضه، كل شيء رمادي قدر كمان يعرضه بالوان فاتحه. قال طب بس انا ما بدي اياه هيك، انا ما بدي اياه بهذا الشكل، بدي اياها بالعكس، يعني يتحدد الشعر والوش ما كتير يتحدى. قال ايه بسيطه، بوقف على طبقه الماسك ولاعكس الالوان بعمل كنترول اي، قام انعكست الالوان. قال طيب انا ما بكفي ما بدي اياها هيك،
بدي اطبقها هيك، اعمل لها جريديانت هيك بشكل ملون. طيب كيف انا بنعمل هذا الشيء؟ بنروح لهون بنعمل باترن اوفرلاي، عفوا مو باتر، جريديانت اوفر اوفرلاي. رح اختار مثلا هاد. هلا بعد ما اخترت هاد بدي اظهر اجزاء من الصوره الاساسيه. حوقف على العين، حوقف على البروش، اختار مثلا بيزك بروش مثلا هاي، وبلش اعمل هيك. عم بظهر اجزاء من الصوره مثلا هيك. فيني كبر شوي مثلا الفرشايه واعمل هيك. فهيك انا بكون حصلت على هذا الشكل. معناها برجع كملخص لإله، انا رحت اول شيء اخذت هي الطبقه، حددت من الاجزاء السوداء والاجزاء الرماديه، جيت لهي الطبقه صار عندي اجزاء سوداء واجزاء رماديه. اتفقنا انه احنا عندنا بالماسك كل شيء لونه اسود ما بينعرض من الطبقه الاساسيه، كل شيء لونه ابيض بينعرض، كل شيء لونه رمادي حينعرض نص بنص، يعني شف هيك فاتح حيكون اللون. جينا لهون جينا لهون هلا وقفنا على طبقه، عملنا طبقه جديده حطينا فيها اخبار. بعدين احنا نسخنا هي الطبقه من هون للماسك. ليش نسختها؟ مشان كل شيء اسود ما يعرض لي من هي الاخبار، وكل شيء ابيض يعرض لي، وكل شيء رمادي نص بنص. فطلع عندي بالنهايه هذا الشكل. طبعا عكسنا الشكل مشان يطلع عندي اياه بالعكس، ما يطلع مثل ما كان محدد هون. طيب هلا حنحكي عن هذا الشيء. كيف اذا انا عندي صوره فيني ساويها كانها مرسومه على فلاج؟ كيف؟ طيب انا رح اجيب الصوره اللي عندي اياها، اللي هي صوره القماش وصوره البنات، رح الحشهم هون. رح اخذ صوره القماش والحشها هون، هعمل كنترول تي، رح بلش صغير على قد صوره البنات. طيب هلا انا شو بدي اعمل؟ اذا رحت عطيتها هي ملتبلاي مود، فهو اوكي عرض لي من هي الصوره لهي الصوره، بس انا بلاحظ انه كانه صوره البنت ما لها يعني يفترض هون تكون مثلا هون معروجه، ما تكون هيك خط، تكون هيك طالعه ونازله. يفترض هون تكون طالعه ونازله، يفترض هون تكون طالعه ونازله، بما انه هون في طعجه بالقماش. انا هذا الشيء مالي شايفته بالصوره، مشان هيك حرجع موضه للنورمال واحفظ هي الصوره كبي اس دي، مشان انا اللي قصدته هي الباك يعني هي صوره اللاير واحد بدي اياها كبي اس دي. هعمل كنترول شيفت اس احفظها كبي اس دي مشان هلا اعطيها كماب. طيب هلا شو رح اعمل؟ حرجع لهون اعطيها ملتبلاي وروح على طبقه الباك جراوند وطبق فلتر بياخذ لي هذا البي اس دي وبيعمله كماب كخريطه. حروح على شيء اسمه فلتر ديستورت، في عندي شيء اسمه ديسبليس، رح اعمل اوكي. رح يطلب مني انه حددي صوره البي اس دي، حاختار هذا البي اس دي. حلاحظ انه صار هون في عروجه نزله وطلعه، مثلا هون صار في نزله طلعه، هون مثلا الشهاده اللي بايده صارت نازله طلعه. خلينا نشوف الفرق بالهيستوري. حلاحظ بهي المرحله كانت هيك، بهي المرحله صارت هيك. لاحظوا هون كيف كانت خط مستقيم، لما طبقت عليها الديسبليس صارت هيك معروجه. برجع لهون لاحظوا هون كيف كانت خط مستقيم، لما طبقتها هون فعروج لي اياها. برجع لهون لاحظوا ايدها كيف كانت خط مستقيم، لما طبقتها هون فهو طعج لي اياها حسب الصوره. برجع لهون لاحظوا كيف الغيوم مثلا كانت، برجع الديسبليس فهو طعج لي اياها. فمعناها انا قدرت لما حفظت صوره القماشه كبي اس دي واعطيتها اياها كماب، فهو شو راح اعمل؟ راح طعج لي الباك جراوند اللي عندي حسب هي الخريطه. طيب كيف فيني اعمل هذا الشكل؟ هي الدقن. طيب رح اروح افتح صوره الطفل، رح اروح على شيء اسمه هعمل طبقه جديده. هلاحظ انه اللون الاماميه ابيض، لون الاماميه اسود، ولون الخلفيه ابيض. حروح على شيء اسمه فلتر ريندر كلودز غيوم، فصار عندي غيوم. هلا هو لو كانت لون الاماميه غير لون ولون الخلفيه غير لون، فهو كان حيجيب الالوان اللي هو شايفهم عنده، بس هو حط لي هلا لون الغيوم ابيض واسود، لانه هي فعلا عندي الاماميه والخلفيه بابيض واسود. هلا حروح، قال ما بدي اياها هيك، انا حروح على شيء اسمه فلتر نويز اد نويز. هلا
هلا هي ما حيكون فعال خيار المونوكروماتيك. طيب هلا حنروح نحط الجاوسيان، هي بتكون بالعادة يونيفورم، انا حاختارها جاوسيان وحطها 400. بس بنلاحظ انه المعاينة طلعت ابيض واسود واحمر واخضر، بفعل خيار المونوكروماتيك مشان تصير احادي اللون وبعمل اوكي. صار عندي هذا الشكل، رح اعمل كنترول تي وصغر على قد بشرة الطفل بهذا الشكل مشان نشوف الطبقة اللي تحتها. حاعطيها مود ملتبلاي وحجيب محاية، حبلش امسح، عفوا حجيب محاية مو فرشاية، حبلش امسح. خلينا نكبرها شوي. الموس ما عم تساعدني. وعم يغض النظر عن انه طلعت منقورة. ما بعرف كيف ممكن تجي، بس هي هيك. رح امسحه ونحتمه، فطلع عندي بالنهاية هذا الشكل. طيب هلا بالنهاية في عنا هذا الشكل، كيف بدنا نعمل هيك شيء؟ هلا إذا رحنا كبرنا الصورة حنلاحظ إنه بهي الصورة في عندي فلتر كلودز بس مطبق عليه جريديانت. حنلاحظ إنه في عندي فلتر هذا اللي عاطيني هيك تموج للخارج، بنلاحظ إنه في عندي هي مثل عدسة الكاميرا كمان هذا فلتر، رح نتعرف عليهم. طيب حافتح فايل جديد، ألف مثلا ب 400، حأطلي بلون أسود، رح روح أعطي فلتر، أتأكد إنه اللون الأمامية والخلفية أبيض وأسود، هعمل فلتر ريندر كلودز، رح روح أعطي أول شي رح أعمل كمان طبقة تانية بيضة وسودا أسود لونها، ورح أحملها وحطها تحتها. طبعا بدي فك اول شيء القفل اللي اقدر احطه تحتها. حروح على هي الطبقه، حاكبس عليها كبستين واعمل جريدينت اوفرلاي، وراح اختار هذا اللون مثلا انا بدي، او ما بدي هذا مثلا. طيب انا بلاحظ انه صارت هيك، نحن حكينا انه مثل ما عندنا هون لللاير مود في عندي كمان هون مود، راح اختار ملتبلاي مشان يظهر لي اجزاء من اللي تحت، هعمل اوكي. رح اعطي شوية شفافية اوباسيتي. هلا انا تقصدت احط تحتها خلفية سوداء، لو انه ما في خلفية سوداء كان بلش يعرض لي اجزاء من الطبقة اللي باخر شي عنده اياها اللي هي ترانسبيرنت، مشان هيك انا حطيت طبقة سوداء مشان ما يصير هيك. رح اجي هلا اكتب نص بلون ابيض مثلا وليكن مريم. هنكتب هذا النص، رح روح حط عليه تأثيرات مثلا، حاعطيه بيفل اند امبوس كونتور مثلا تكستشر انير شادو، بس رح اعطي مثلا هون 35 الديستانس، او خليني اقلل شوي، خليني اكبر النص شوي كنترول تي. خليني احط بس مثلا مريم من القصة عشان اقدر كبره. هيك مثلا عشان بس اقدر اشوف التأثيرات. حط هون مثلا 32، حط هون 35 مثلا او 36، اعمل لها شوك. رح احط gradient overlay، رح اختار هذا مثلا
او هاد، رح اعمل اوتر جلو. طيب رح اعمل اوكي. هلا الاوتر جلو لقيته انا فاتح، مشان هيك حضاعف 3 مرات، كنترول جي كنترول جي. لاحظت انه بكل اوتر جلو انا عملته بكل، عفوا، مضاعفه للطبقه انا زاد عندي الاوتر جلو. طيب حوقف على هي الطبقه وقيم الانير شادو والاوتر جلو ما بدي اياهم. ليش؟ لانه هلا بدي اطبق فلتر. بحال وجود الانير شادو والاوتر جلو، بنلاحظ هون احنا في عنا هاد النفور البراني، فانا اذا بخليهم هدول، اذا بخليهم انا الانير شادو والاوتر جلو، فراح يطلع التوهج لونه ابيض، بما انه في عندي الاوتر جلو لونه ابيض او على اصفر يعني. فانا ما بدي اياهم عشان ما يشوهوا لي الصوره، بدي انا اللي ينفر لبرا هو الجريديانت. فهلا حروح على شيء اسمه فلتر ريندر، عفوا بلور. في عندي شيء اسمه راديال بلور. قال هذا الراديال بلور في له اما 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 يعني بشكل دائري او زوم. انا راح اختاره زوم، والاماونت 100%، فرح ينفر هلا لبرا. بينما لو انه انا كنت عاملتها هيك، لاحظوا شو رح ينفر لبرا، رح يطلع كتير مشوه المنظر. فلتر بلور راديال بلور، اوكي رح ينفر اللون الابيض، وهذا المنظر كتير مشوه ما بدي اياه. لهيك انا لغيت تفعيله. نرجع نعيد الخطوة. طيب اوكي، حرد ارجع اعمل كنترول جي وضاعف، كنترول جي وضاعف، ضاعفت. كتير غامقة، رح اعمل اوباسيتي مثلا انا بس مشان يصير في توهج. هلا بعد ما عملت هيك بدي اعمل مثل هي الحركة، خلينا نسكر هي الصورة. بدي اعمل مثل هي الحركة، مثل هيك ضربة عدسة الكاميرا. شو رح اعمل؟ هعمل كنترول شيفت ان مثل ما اتفقنا، خلي كل شغلنا طبقات، رح اطليها بلون اسود، وحروح على شيء اسمه فلتر ستايلايز. في عندي شيء اسمه ريندر لينز فلير. لاحظوا هاي هي العدسه اللي احنا بنشوفها دائما بالكاميرا. هلا اوكي لك طلعت عندي. طب انا مشان اعرض الاجزاء الملونه منها حاعطيها مود لايتن، فانا عرضت بهذا الشكل. فيني اخذها مثلا واسحبها لهون هيك مثلا. طيب انا بدي اطبق عليها هيك نجوم، فهي النجوم هي عباره عن بريشز انا محملتها من النت. هلا انا ما رفعت لكم اياها بسبب كبر حجمها، بس هي نلاقيها هون. كل الاحوال انا ما رفعتها لانه حجمها كتير كبير. رح اخذها واضيف هاي البروش، هروح على البروش، هروح اعمل لود 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 هاي لود هكا. رح اختاره. هلا رح اختار الفرشاية اللي انا مستخدمتها هاي. هلا هي مو هاي، هاي كانت يمكن. هي كانت. رح صغرها، رح اتأكد انه اللون الامامية ابيض ناصع. رح صغر. طبعا انا ما بدي ارجع اعمل طبقة جديدة مشان ما تكون الستراس ملزوق بهي الطبقة. هعمل كنترول شيفت ان وبلش مثلا هيك، هيك مثلا، مثلا هيك. في حال مثلا ما عجبوني، فانا صار فيني ببساطة اخفيهم، صار فيني ببساطة اخفيهم ورجعهم. فمشان هيك دائما خلي شغلنا كلها طبقات، بحيث انا اي جزء من الصورة ما عجبني فيني اخفي. طيب هيك بنكون تعرفنا على هذا الشكل اللي شفناه هلا بالسلايد. طيب اذا عنا وليكن عنا هاي الصورة، وليكن عنا هاي الصورة، كيف ممكن نساوي هيك شيء؟ قال منروح منحط مسطرة على الصورة، ومنبلش منقسم لمربعات بالطول وبالعرض، وبنبلش بنخفي اجزاء من الصورة. حنطبقه عملي. رح روح حط مسطرة كنترول ار، وحط مسطرة. بس انا خليني اشوف شو شغال عندي.
طيب راح بلش احط انا شكل مساطير. مثلا هيك. هلا شو راح اعمل؟ راح اعمل كنترول شيفت ان، او ما في داعي، راح اعمل نسخ لهذا الجزء، كنترول سي كنترول في، راح اطبق عليه تأثيرات، عفوا هاعطيه بس دروب شادو مثلا هيك ظل. بهذا الشكل مثلا راح اروح اعمل كنترول يو، طبق عليه مثلا هيك، حرد ارجع اوقف على الطبقة الاساسية، حددت هذا الشكل، اعمل كنترول سي كنترول في، اعمل كوبي لهي اللاير واعمل بيست لهي اللاير، راح اعمل كمان كنترول يو عليها واعمل هيك، حرد ارجع حددت هيك، كنترول سي كنترول في كنترول يو مثلا هيك. طبعا راح الصق التأثيرات عليها كمان بيست، حرد ارجع هون للصورة، حدد بشكل طولي، كنترول سي كنترول في كنترول يو مثلا بهذا الشكل. طبعا انا ما عملت بيست، حرد ارجع حدد هذا الشكل، كنترول سي كنترول في كنترول يو، اعطي هذا الشكل مثلا هيك فاقع، اعطيه بيست، حرد ارجع هون حدد هذا الشكل، كنترول يو، برجع اعمل كنترول يو مرة تانية مثلا، حرد ارجع اعمل بيست، طيب حرد ارجع احدد هذا الشكل، كنترول سي كنترول في وهي بيست للاشكال اللي عندي، للستايل اللي عندي، كنترول يو كمان، فمثلا خليه هيك، خليني اطبق عليه كنترول بي مثلا هيك على احمر. طيب هلا بدي اظهر اجزاء من هاي الصورة، فانا شو حاعمل؟ حخلي هاي تجي مثلا، او هاي مثلا تجي اول شي من تحت بعدين من فوق. هلا شو رح اعمل؟ حوقف على هاي الطبقة، امحي اجزاء منها بالمحاية، عفوا هاي الطبقة رح امحي هذا الجزء منها. هلا هي جاية تحتها فوقها، هلا بدها تجي تحت منها، كمان رح امحي، فهو عم يظهر لي من الطبقة اللي تحتها. هلا حاجي لهي الطبقة، بدي اياها تجي من فوق، هي الطبقة الخضراء بدي اياها تجي من فوق بعدين من تحت بعدين من فوق بعدين من تحت، فانا بدي اخفي هاي، رح امحيها كمان، او خلينا بالعكس نعملها، انه انا اخفي من هون واصير الاخضر مشان ما يجي لونين بالصدفة ورا، جاب لونين بالصدفة ورا بعضهم. هلا فوقها اجت تحتها فبينت هي فوقها، هلا بتجي تحتها فهي بدها تختفى، بالصدفة اجا لونين مثل بعضهم، طيب مو مشكلة ولا بدها ترجع فوقها. طيب هلا بنجي لهي الطبقة، رح خليها من فوق او من تحت، هوقف عليها، رح امحي منها،
هلا اجت فوق، هلا بدها تيجي تحتها. خليني اغير لون هي الطبقة، هلا كنترول بي مثلا اعطيها هيك. طيب هيك بنكون خلصنا منها. لا هلا لسه في هاي، لا تمام هاي من فوق من تحت من فوق. طيب هلا بإيمون، هلا هاي الطبقة أنا بدي إياها، هلا هاي الطبقة بدي إياها تجي فوق تحت فوق، فمعناها أنا حوقف على هاي الطبقة واخفي هذا الجزء المربع. معناها خلينا نرجع المساطين مثل ما كانوا عشان تبين معنا. هلا هي من فوق، هلا بدي اياها من تحت، فانا بدي اخفي هذا الجزء. هلا بمسحه. هلا بنجي لهي الطبقة الاولى، هي من تحت مثلا او من فوق خليها تجي، فانا رح احذف هذا الجزء. انا واقفة عليها شيء، واقفة عليها هذا الجزء بالاساس محذوف. من فوق هلا، من تحت هلا، من فوق افضل ينحذف هذا، لازم ينحذف. كأني انا مالي واقفة على هي الطبقة. ايه تمام، هلا هي بدها تجي من فوق بعدين من تحت. لازم هي تنحذف. ما بدي اياها تصدف لونين، معناها خليها اخضر. هلا بنجي لهي الطبقه، رح احذف هي. هعمل كنترول دي، رح بعد هدول المساطر مشان تبين معنا بحقيقتها شلون هي. فبالنهايه حصلنا على هذا الشكل احنا شايفينه بالصورة. طيب كيف انا ممكن اعمل هيك شيء بحيث انا يكون عندي، خلينا نروح على البين تول على الاكسبرت نيم، بحيث يكون عندي هاي الصورة مع هاي مع هاي مع هاي، شكل هيك شيء. كيف بنعمل هذا الشيء؟ طيب حناخد هلا هدول الطبقات الأربعة، الحشن عندي هون، رح روح على صورة الطفل وحدده، ححدده بأداة لك ويك سيليكشن مشان السرعة. هلا بعد ما حددته رح أحمله وأسحبه لهون مثلا هيك يا انا. طيب هلا رح سكره من هون، رح اجي اخذ هي الصوره كنترول اي اخذها والحش عندي هون. بس بدي من هالصوره يطلع لي بس هي الاجزاء الملونه، مشان هيك حاعطيها لايتن وضاعف، انقلها هيك مثلا لتحت، ارجع ضاعف، اخذ مثلا عفوا رد ارجع ضاعف، اخذ لهم عشان يصير معي، اخذ لهون مثلا. هلا بعد ما عملت هيك رح روح لهذا الشكل، اخذه لعندي، كبره على قد الشكل اللي عندي انا. كمان بدي بس هذا الجزء الملون يطلع، اذا بروح بعطيه لايتن رح تطلع كتير مشوهة، فمشان هيك رح روح اعطيه مود سكرين، فطلع عندي هذا الشكل. هلا بعدين رح اجي اعمل طبقة جديدة، كنترول شيفت ان، طبقة جديدة، ورح ارسم عليها فراشات بالفرشاية. في عندي هون رابع وحدة من تحت، في عندي من هون رابع وحدة من تحت، هي اللي بتعطيني الفراشة.
رح اختاره، رح اكبر شوي حجم الفرشاية، رح ارسم هيك مثلا، مثلا هيك. هلا بعد ما رسمت رح اعطيهم خصائص، مثلا ميفل اند امبوس، دروب شادو، اوتر جلو. بس الاوتر جلو رح احاول اعطيها بلون هاد، هغمقه مشان يبين، او هيك لون نهدي. هعطي شوية سبيد مشان يبين. هعمل اوكي. هلا بعدين رح ارجع اعمل طبقة جديدة، كنترول شيفت ان، ورح ارسم بأداة بيزيه. بدي اتأكد انه مو شيب وانما باث. رح بلش ما رسمت هذا الشكل، بدي اطبق عليه. اول شي خليني اروح على الفرشاية غير اعداداتها، حاختار بيزك بروش. رح اختار مثلا فرشاية هيك بعرض 16، اوكي عجبتني. حارفع شوي مثلا بعرض 13. هلا رح ارجع على الاداة المسار اللي عندي اياها، على البين تول، اختار ستروك باث. رح يطلع لي اي اداة بدك اياها، حقله بروش، حقله اوكي. فاعمل لي مسار عليها، اسكيب مرتين مشان اتخلص من المسار. رح اعمل هيك، او خليني انسخ الستايل تبع الفرشاية تبع تبع الفراشات، واعطيها اياها نفسها. هاي كوبي وهي بيست، فصار عندي نفس الستايل. فهلا حروح اخذ المحاية وبلش امحي اجزاء منها. مثلا هذا الجزء ما بدي اياه، بس خليني اختار محاية مالها هاردنس. رح امحي هذا الجزء، مثلا هي طالعة على برا، هي راجعة هيك، برد برجع طالعة، هي من هون ما عندي، برد برجع طالعة من هون ما عندي، برد برجع طالعة من هون ما عندي، وبعدين بتطلع هيك. فبيطلع عندي بالنهاية هذا الشكل. طيب رح نسكر هلا هدول. هلا رح احكي اخر فكرة. رح احكي عن شيء اسمه جيمب. هلا مثل ما احنا لاحظنا انه احنا حكينا عن الفوتوشوب، طبعا هو الفوتوشوب كلوز سورس من شركة ادوبي. في عنا طبعا الفوتوشوب بيشتغل على الماكنتوش، بيشتغل على الماكنتوش وبيشتغل على الويندوز، بينما الجيمب هو برنامج كمان تصميم مثل الفوتوشوب، بس يعني هو للمستخدمين العاديين. يعني اذا حدا بده يشتغل كاحتراف ما فيه يشتغل على الجيمب، لانه في كتير ادوات بتدعم الفوتوشوب ما بيدعم الجيم. طبعا هو اوبن سورس، فهو بيشتغل على لينوكس، بيشتغل على الماكنتوش، بيشتغل على الويندوز. حلاوته انه ما عاد اكل هم قصه الكراك وتكرك وما تكرك. حلاوه الجيم انه حجمه كتير صغير، هي الجيم حجمه كتير صغير. بتميز بسرعته. يعني هلا احيانا الفوتوشوب اذا كتير اشتغلنا عليه بي بي على على يعني على على مشاريع كتير كتير بتحتاج فلاتر وتأثيرات و و و احيانا بيعك شوي الفوتوشوب، بينما الجيمب ما بيعك بالمرة، بيشتغل بسرعة يعني بسرعة كتير كبيرة. طبعا هلا في ميزة بالفوتوشوب انه مثل ما احنا لاحظنا انه واجهاتها كلياتها متناسقة مع بعض البعض، على عكس الجيمب. هلا رح نشوفه بس يفتح. الجيمب بيتعامل واجهته كل جزء مستقل عن الثاني، بالتالي يعني في شوية صعوبة بالتعامل فيه.
هي جيم، لاحظوا هذا واجهته لحاله، وهي جزء لحاله، وهذا الجزء لحاله. فعمليا كتير صعب انه تتعامل مع برنامج هيك كل جزء بديره، طبعا على عكس الفوتوشوب اللي هو كلها تواجهته متناسقه مع بعض البعض. هي الجيمب. طيب كمان في عنا طبعا حكينا انه الجيمب هو اسرع من الفوتوشوب. كمان حكينا تمام. هلا في ميزه كمان بالجيمب، هي انه نحن مثل ما لاحظنا بالفوتوشوب وقت كنا عم نعطي تاثيرات على البليندينج اوبشن مثلا شادو او شيء، عم يكون التاثير ملزوق بالطبقه الا اذا رحنا بايدنا وقلنا له فصل لي التاثير عن الطبقه. بينما بالجيمب ما عندي هيك شيء، يعني اذا رحت عملت فايل نيو مثلا ورحت كتبت وليكن مثلا مريم مثلا، رحت على شيء اسمه فلتر مثلا لايت اند شادو ورحت طبقت عليها دروب شادو مثلا، هي شادو وعملت اوكي فطبق عليها شادو، بنلاحظ انه الشادو صار مفصول عن الطبقة، مفصول عن طبقة الاسهم. فحالات الجيمب انه كل شغله بيخلي طبقات، الفوتوشوب احيانا بيدمج لي الطبقات مع التأثيرات اللي انا عم ضيفها، الا انا اذا رحت بايدي قلت له فصل لي الطبقات عن التأثير، مثل مثلا وقت طبقنا اضاءة على الصور، اذا ما رحت قلت له بايدي فصل لي الاضاءة عن الانارة، الاضاءة عن الصورة، فهو ما رح يفصل لي اياهم. جيت بدي اطبق بليندينج اوبشن على الصورة فهو بيدمج لي اياهم بطبقة واحدة، اذا ما رحت قلت له بايدي يفصلهم ما رح يفصلهم. كمان حلاوة الفوتوشوب انه هو جزء من مجموعة ادوبي، من باقة ادوبي، فبالتالي الفوتوشوب عم يتكامل مع الفلاش، عم يتكامل مع الالستريتر، عم يتكامل مع باقي برامج التصميم اللي هي من تصنيع شركة ادوبي. بينما الجيمب على عكسه لا، هو هيك وحيد مستقل بذاته. هلا طبعا في ادوات وفلاتر وفراشي بتقدمها الفوتوشوب ما بنلاقيها بالجيمب، مشان هيك بنلاحظه انه هو يعني بس يعني بامكانياته هو بس متاح للمستخدم اللي بده يعدل هيك على الصوره، يقص شوي منها اجزاء، يعدل تعديلات خفيفه فيه يستخدمها. اما اذا بده يشتغل شغل احترافي فالجيمب ما بفيده. هلا طبعا انا اكيد ما عم شوه من سمعته، لانه هو له محاسن سواء بطريقه تعامله مع اللايرز او بطريقه انه هو اوبن سورس او بسرعته، على عكس الفوتوشوب اللي هو كلوز سورس اللي احيانا بيدمج لي التاثيرات كلياتها بطبقه واحده. مثلا احيانا بيعك شوي الفوتوشوب. فلكل شيء اذا ما تم نقصان، في عنا سلبيات وفي عنا ايجابيات، بس حبيت احكي عنه لمحه بس مشان اللي بيحب يعرف شو هو البرنامج. ان شاء الله تكون الورشه عجبتكم، واي استفسارات فيكم تطرحوها على المجموعه.